تحول تصوير فيديو كليب فرنش مونتانا الجديد في ميامي إلى كارثة بعد إطلاق نار في موقع تصوير الفيديو الموسيقي بحيث صابوا عدة أشخاص. وكان فرنش مونتانا مع فريق العمل في حدائق ميامي بحيث كان كيصور فيديو كليب خارج مطعم The Liking، وفي هذه اللحظة تفاجئوا بإطلاق ناري وتصاب 10 ديال الأشخاص. من بعد هذه الواقعة فتحت شرطة ميامي تحقيق في الموضوع، وتم نقل المصابين للمستشفى وهما حاليا كيتلقاو العلاجات الضرورية.